يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يغادر في سبيل الله فيقتل فسوف نؤتيه أجرا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالمة الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا خير والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله وما لهم لا يكادون أصابك من سيئات ومن نفسك على ذاك الناس رسول وكفى بالله شهيدا الرسول فقد أطاع الله وأن تولى فما سلاك علينا فيها فإذا برزوا من عندك بيض طائفة منهم غير الذي تقول والله يأتون ما يعيده الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذي يستمدونه إنه ملوك أحمد الله عليكم رحمته لطمتم الشيطان إلا قليل لا تكلف إلا نفسك وحر للمؤمنين عسى الله إياكم فباس الذين كفروا فلا وشد باسا وشد تنكيرا شفاعة حسنة يكون له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كل منها وكان الله على كل شيء مقيما وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا لا إله إلا هو لا أجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله كسبهم بما كسبوا أتريدون أن تجدوما تهدوا من أضل الله ومن يضل الله فلا تجد له سبيلا تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فأخذوا مدلوهم إذ وجدتم فلا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا بينكم بينهم ميثاق أو جاءوكم حصرا
الصدور من يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلا قاتلوكم فإن قاتلوكم فإن قاتلوكم وعليكم السلام فما جرى الله يأمنوكم ويأمنوا قومهم كل ما ردوا إلى الفتنة أرخصوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم فخذوهم واعتروا حيث ظنكم ومعلم أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رغبة مؤمنة فمن لم يجد صيام يومين متتابعين تغنى من الله وكان الله عليما حكيما مؤمنا متعمدا فجزاء جعل مخالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما يا ايها الذين امنوا وإذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكل هذا وفضل الله المجاهدين على القاعدين درجات كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجر فيها قوم لا يتمنون من الرجال والنساء والولدان لا يهتدون ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله فقد قال على الله كان الله غفورا رحيما واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاه ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا ان الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مضر أو كنتم مرضى أن تلوا أجادكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا فإذا قضيتم الصلاة
الصلاة فذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اذمنتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كان ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتكون بين الناس ولا تكون خصيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ولا يرضى من القوم وكان الله بما يعملون محيطا جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يكون عليهم وكيل ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه فلا يجد إلا عبدا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يثم على نفسه وكان الله عليما حكيما ثم يرمي إلى الله ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الضائفة منهم أن يضلوك ما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب علما تعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك فقد أصاب الفتنة ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين يشرك به ويغفر ما دون ذلك ومن يشاء ومن يشرك الله فقد ضل ضلالا بعيدا لا تتخذ من عبادك نصيبا مفروضا فليبتكن آذان الأنعام ولا أمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة لا يظلمون نقيرا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما أو يعرفون فلا جناح عليهما أن
الصالح بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشحا وأن تزروها تطور إن الله تمرون بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل كالبا الله تهدوا وتتقوا إن الله كان غفور رحيم يغني الله كل المساعد وكان الله واسعا حكيما السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكونوا خيرا لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله وليا حميدا ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا سيذيكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قدير من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بما فلا تنتبه لما أنتبه عند الله رضو فإن الله كان بما تعملون خبيرا يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا إن الذين يكفروا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم زادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلوا إن الله جامع المنافقين وكافرين في جهنم جميعا يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين تريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولا تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله وأولئك مع المؤمنين عذاب أدلة المؤمنين أجل عليهم من الوامع إلا ما ظلم وكان الله سميعا عليما أو تقفوه تقفوه فإن الله كان عفوا قديرا يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونقول ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين
آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد من أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تدعوا في السبت واخذنا منهم ميثاقا غليظا كفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بقلوبهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على فرق القرآن العظيم قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لم يشك من ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقين وكان الله عزيزا حكيما من النبي قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا حرمنا عليهم طيبات عظام بصدهم عن سبيل الله كثيرا إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر وإن تسلم أجر عظيم. أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا قصصناهم عليك من قبل الرسل لم نقصص عليك وكلم الله موسى تكليما مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزل بعلمه والملائكة يشهدون كفى بالله شهيدا الذين كفروا واسخدوا عن سبيل الله قد ضلوا الذين كفروا وظلموا لم يكن الله يغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسير. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون الأول له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. والربو وما يزاك فعبادتي وأزاك الفساد شرور إليه
فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا وصبروا بالأرض هم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا جاءكم نور من ربكم أنزلنا إليكم نورا مبينا واعتصموا به فسيقتلون في رمض من غفض وعدهم الى صراط مستقيم قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت أثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر من ذلك الأوضيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم وإلى معين السيد الأنعام ما يريد يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا الغلائد ولا من البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنان قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم واتقوا الله إن الله شديد العقاب والدم واللحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستخدموا بالأزلام ذلكم في صن اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن يضر في مخمصة غير متجانب لله فإن الله غفور وما علمتم من الجوارح مكلمين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أحسن إليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب الكتاب حل لكم ودعامكم حل لهم والمحسنات من المؤمنات والمحسنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محسنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد عبد أمله وفي الآخرة من الخاسرين قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائب أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون اذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به قد سمعنا وآتنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور
للشهداء بالقصد ولا أجرمنكم شنان قوم الله على ألا تدر دروا على ورد الله إن الله خبير بما تعملون الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم وكف أيديهم أمر الدولة وعلى الله فليتوكل ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فما كفر بعد ذلك وبما نغلهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منه فاعف عنهم حتى إن الله يحب المحسنين أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وساق يرثي أن الله بما كانوا يصنعون قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب